العديد من الإسرائيليات محليا، جهويا، وطنيا وعربيا. حينما أسند له دور، وهنا سأختصر المسافات لأن أعرف أن الجمهور جاء للاستمتاع بالمسرح، ولكن المناسبة شرط. الفنان عبد الحق أبو عمر قبل أن أتحدث عنه كمسرحي له قدرة على نسج الزجل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص. يمكننا أن نقول عنه أنه أسلوب تازي بامتياز، يمتح من كل أصناف وألوان ومشارب الزجل، سواء منها الملحون أو القصيد أو العراصم أو الزين أو ما اختلف فيه واختلف به واختلف عنه الباحثون والمؤرخون. لكن حاولنا في هذا العرض المتواضع أن نلامس هذا الموضوع، والماء هو كلنا مع الماء، والله خلق كل شيء من الماء. وأقدم لكم فرسان خشبة فرقة المسرح البلدي في ضوء القرنفلة الفنانة أكرم خبوطي. في ضوء زئبق والفلاح الفنانة سليمة بن قدوم. في ضوء الحكواتية ومجموعة من الأدوار المرتبة الفنانة سهام فيه. الجديدة في المسرح البلدي هشام وهبة. في دور الصياد والرسول الفنان حمزة مبروك. كان في دور الملكة الفنانة منى الدبي. المحافظة العامة للفنان الحاج طيب طرز. الفنان أحمد بن كيران. المصاحبة الصوتية للفنان عبد الرحيم وهاب. الملابس للفنانة سعاد بوعمر. المتابعة النقدية للمسرحية كانت للأستاذة الفنانة أمال منويس. هذه الصورة تؤرخ لسنة 1992، وقد قدمت هذه المسرحية سان فلونجا تحت إشراف اتحاد كتاب المغرب. فتحية لجمعية أصدقاء تازا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مساءكم سعيد. أنا جد مسرور أن أقف أمامكم للتعبير عن مشاعري من خلال هذه الالتفاتة الإنسانية الجمعوية الفنية الكبيرة التي تلقيتها من إخواني رفقاء الدرب من رواد وفاعلين وفنانين ومبدعين في مختلف مشارب الفن. باختصار شديد حتى نمر للعرض المسرحي، أشكر الجماعة الحاضرة لتازا، وأشكر جمعية أصدقاء تازا والمديرية الجهوية وكذلك الجمعية الخيرية الإسلامية وكل المناضلين، وأشكر الإدارة التقنية لهذه الدورة في شخص أخي ورافق قدربي الفنان حاج نور الدين بن كيران. أشكرهم على هذه الالتفاتة، فحقيقة هي ستقوي من معنوياتي، خصوصا وأنني هذه السنة قد وكما سلف الذكر قد مررت بظروف جد صعبة، ولكن هذا الالتحام وهذا الالتفاتة تجعلني أنه
أشعر بالطمأنينة وبالأمان وأنا وسط إخواني وأخواتي مناضلين هذا الفن الطويل والشائك. أتمنى لكم فرجة ممتعة مع هذا العرض المتواضع والتي إن شاء الله سترحل به فرقة المسرح البلدي عبر مجموعة من مختلف المحطات الفنية والثقافية. ألتمس من صديقي وزميلي سيدي حسن فايز باش يتولى تقديم هذا العرض أو الأستاذ جلال التازي في دقيقة أو دقيقتين حتى تستعد الفرقة وفرجة ممتعة.